فالأمر فرض، ليس كما يظن البعض الناس أن الأمر فيه سعة، كلنا أخوان، ها؟ اعتقد ما تعتقد، لو كل واحد يعتقد ما يعتقد صدق علينا ما وصف الله باليهود، فقال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قلوبهم شتى، هل يصلح أن نستدل بقول تبارك تعالى وقلوبهم شتى على اختلاف العقائد في قلوب الناس؟ نعم، أكبر ما يقال عنه القلوب شتى إذا اختلفت العقائد، فواحد يقول الله في السماء سني، واحد يقول الله في كل مكان، واحد يقول لا أعلم أين الله، واحد يلبس جبة يقول ما في الجبة إلا الله، واحد يقول ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة، واحد يقول الله في علي بن أبي طالب، واحد يقول الله في الولي الفلاني، واحد يقول الله في الصنم الفلاني. أليست هذه قلوب شتى؟ هذا أكبر شتات. فلذلك دائما إذا دعونا إلى الوحدة وإلى الاتحاد وإلى وحدة الصف، يجب أن يكون أساس الوحدة ماذا يا إخوان؟ القلوب، الاعتقاد. ولذلك سبحان الله العظيم لما تقرأ لأهل السنة وتقرأ لعالم القرن الأول أو الثاني أو الثالث مات من مئات السنين، تجد الكلام واحد، الاعتقاد واحد، العبارات واحدة، لأن المصدر واحد، المصدر الكتاب والسنة. فلما صار المصدر التلقي موحدا بين أهل السنة صارت عقائدهم واحدة. بينما أهل الأهواء، أصل لماذا سموا أهل الأهواء؟ يتكلمون أهوائهم، كل واحد هواه، كل واحد ذوقه، واحد يقول لا أثبت لا أسماء ولا صفات، واحد يقول لا أثبت أسماء بدون صفات، واحد يقول أثبت سبع صفات، كل واحد وما يهوى. فهم أهل أهواء، وأما أهل السنة فأهل اتباع، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فيتبعون الكتاب والسنة. فنرى أن السير على هذا فرض لا بد منه. نعم. وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنه سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا. والعباد لا يحيطون، ودائما استدلوا على هذا الكلام بقول الله عز وجل قل أأنتم أعلم أم الله. الله أعلم بنفسه إذ وصف نفسه وسمى نفسه بالأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم.